السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نزلت فيديو تقريبا من 10 ايام عن اضرار اللبن البودرة او الحليب المجفف، والحمد لله كان عامل تفاعل كويس جدا مع الناس، وجات عليه اسئلة كتير جدا تحت الفيديو ده، وكان في اسئلة متكررة بشكل كتير جدا من معظم الناس، ففضلت ان انا اطلع واعمل عليها فيديو مخصوص ارد على اكتر الاسئلة اللي اتكررت تحت الفيديو ده، علشان الفايدة تعم على ناس اكتر وتوصل المعلومة لعدد اكبر من الناس والكل يستفيد. لان هدف القناة عندنا او هدف اي حد بيعمل محتوى تعليمي او محتوى تثقيفي او محتوى بيهم التغذية والصحة على اليوتيوب، ان المعلومة توصل لاكبر عدد من الناس علشان نصحح كتير جدا من المفاهيم الغلط المزروعة واللي احنا تربينا عليها من واحنا صغيرين. لان اللبن البودرة بالفعل عامل ادمان عند ناس كتيرة جدا، وناس كتيرة جدا بتستهلكه بكميات كبيرة سواء ليهم او لاطفالهم، وفي ناس او شريحة كبيرة جدا من الناس ما يعرفوش اصلا انه مضر، هو بيستهلكه على اساس انه اللبن واللبن مفيد. ووضحنا في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت اللي هو الفيديو ده ايه الاضرار بتاع اللبن البودر وليه لازم نستبعده من حياتنا. قبل ما ادخل بقى وارد على الاسئلة اللي انا جمعتها من خلال التعليقات بتاعتكم، لو انا سألت معظم الناس دلوقتي انت بتستهلك اللبن ليه عامة، هتكون الاجابة العظمى من معظم الناس علشان الكالسيوم يا دكتور، والكالسيوم مفيد لصحة العظم لينا والاولادنا. احب بس اوضح معلومة مهمة جدا، قليل جدا الناس بيحصل عندها نقص كالسيوم في الجسم. ليه؟ لان الكالسيوم متوفر في عناصر كتيرة جدا، ولكن احنا للأسف معتقدين بس انه موجود في الحليب والجبنة والزبادي، ولكن خيرات ربنا كتير، والكالسيوم فعلا موجود بوفرة وبكثرة في اكل كتير جدا من اللي معظمنا او اغلبنا بياكله. علشان كده ما نتوقعش ابدا ان هيحصل نقص كالسيوم عند ناس كتيرة جدا سواء في الاطفال او في الكبار، لو احنا بالفعل اكلنا جوه البيت اكلنا متنوع، بناكل من كافة الاكلات الطبيعية بتاعت ربنا، ومش معتمدين بس على ايه الوجبات السريعة والاكل اللي من بره البيت. على سبيل المثال الكالسيوم موجود فين غير اللبن او غير الحليب؟ عندنا بذور السمسم من اعلى الحاجات اللي فيها نسبة كالسيوم، تقريبا المعلقة الكبيرة الواحدة فيها نسبة كالسيوم ما يعادل 100 ملي من اللبن. عندنا طبعا الجبنة والزبادي بكافة الاشكال والانواع بتاعتهم، كافة اشكال الجبن فيها كالسيوم مش بس اللبن نفسه او الايه او الحليب نفسه، علشان كده بنوضح ان الكالسيوم موجود في حاجات كتيرة جدا. عندنا الورقيات الخضراء كتيرة جدا، السبانخ وكل او كافة الورقيات الخضراء فيها كالسيوم. عندنا البقوليات وخاصة الفاصوليا البيضاء فيها كالسيوم. عندنا البرتقال، عندنا بعض انواع الاسماك زي السردين وزي السلمون وزي الرنجة. عندنا كمان البذور زي لب القرع وبذر الكتان، وعندنا البامية والقرع، وعندنا المكسرات وخصوصا اللوز. يبقى كل دي مصادر كتيرة جدا من الكالسيوم، ودي خلينا كده متفقين على المعلومة دي في بداية الحلقة. ندخل بقى نجاوب على الأسئلة، وأول سؤال معانا النهاردة يا دكتور، احنا عايشين في بلاد أوروبية أو عايشين في الخليج ومش متوفر عندنا اللبن السايب اللي انت بتقول عليه اللي كنا بنشربه من احنا صغيرين، مفيش قدامنا غير اللبن المعلب اللي هو بيقعد في الثلاجة اسبوع، ده بنسميه اللبن المبستر، وفي اللبن المعلب اللي بيقعد بره الثلاجه بتكون صلاحيته تقريبا 6 شهور، وعندنا اللبن البودره اللي انا اتكلمت عليه. هل ينفع استهلك من الحاجات دي؟ لا، مقارنه باللبن الفريش او اللبن السايب لا. ايه افضل اختيار فيهم؟ اللي هو اللبن المبستر اللي احنا بنلاقيه في الثلاجه وبتكون صلاحيته اسبوع او 10 ايام بالكتير، وفي بعض الانواع بتكون صلاحيتها 5 ايام. المهم دايما تلاقيه في الثلاجه، استحاله تلاقيه بره الثلاجه. ده نقول عليه هو افضل اختيار في حال عدم توفر اللبن الفريش او اللبن الطازه. طب يا دكتور ما فيش اللبن المبستر، ما فيش قدامنا غير اللبن المعلب او اللبن البودر، يبقى انا في الحاله دي هقول لك ما تستهلكش لبن خالص. طب ينفع يا دكتور؟ اه ينفع، ما احنا لسه قايلين هو انت بتستهلك اللبن ليه؟ انت جايبه ليه في البيت عندك؟ علشان مزاجك ولا علشان الفايده اللي فيه؟ علشان الفايده انا قلت لك خلاص، انت بتستهلكه عشان الكالسيوم، الكالسيوم موجود في حاجات كتيره جدا من اللي انا قلتها لك. علشان مزاجك ده بقى قرارك وده حاجه ترجع لك، لكن انا بقول لك في الحاله دي ما تستهلكش انت او اولادك. لو هو المتاح قدامك بس اللبن المعلب طويل المدى اللي بيقعد 6 شهور او اللبن البودره، في الحاله دي امتنع تماما عن استهلاك اللبن مكسبا وحفاظا على صحتك وصحه اولادك. السؤال الثاني، وده طبعا تقريبا اكتر سؤال جه، طب لبن اطفال الرضع ايه موقعه من الاعراب في الموضوع ده؟ اولا وعلشان نكون متفقين ان لبن الام والرضاعة الطبيعية لا غنى عنها، لا بديل عنها، مفيش اي حاجة تماثلها ابدا. ابنك بياخد مناعته وبياخد صحته منين؟ اول حاجة 3 حاجات لازم اي ام بتخطط انها تكون حامل ان شاء الله في المستقبل تاخد بالها من الكلام ده جدا. بياخد مناعته من صحتك انت، يعني لازم انت الست تكون صحتها كويسة جدا من قبل الحمل واثناء الحمل، دي اول نقطة. بياخد مناعته تاني مرة اثناء الولادة الطبيعية مش الولادة القيصرية.
بياخد مناعته تالت مرة من الرضاعة الطبيعية. يبقى الحاجات دي هي الأساسية جدا لصحة الجنين أو صحة البيبي اللي أنت بتحلمي بيه ومستنياه من الدليل. طب خلاص بقى، في ظروف حكمت عليكي إن مفيش رضاعة طبيعية، يبقى الأولوية فين؟ للرضاعة الطبيعية. وأنا بتكلم عن الست الطبيعية اللي بتحافظ على أولادها، مش الست اللي بتتدلع، ودول كتار جدا دلوقتي. في ستات بتتدلع وبتعمل قيصري عشان ما تستحملش الوجع بتاع الولادة الطبيعية، وفي ستات خايفة على شكلها وخايفة من الوقت بتاعها أو ظروف شغلها ما تسمحش، فبتسيب الرضاعة الطبيعية وبتجيب لابنها حليب بودرة. مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ الأساس الرضاعة الطبيعية. في حال وجود ظرف صحي أو اللبن فعلا ما بينزلش أو مشكلة صحية ومفيش لبن للأم، هيكون الملجأ الوحيد هو اللبن البودرة في الحالة دي. فوقتها حتى مهما كان فيه شوية أضرار أو مهما كانت الفوائد اللي فيه لا تقارن بلبن الأم، بس هيكون هو البديل الوحيد المتاح الموجود. ولكن إن أنا أسيب لبن الأم الطبيعي وأسيب الرضاعة الطبيعية بمزاجي وأروح ألجأ للبن البودرة، لا طبعا، أنت بتضيع على ابنك فرصة مناعة طبيعية وحماية من الأمراض دلوقتي وفي المستقبل. يبقى هو ده الإجابة بتاعت لبن البودرة يا دكتور، إيه موقعه؟ في الحالة اللي مش هيكون ليها بديل هنقدر نستخدمه، لأن مفيش حاجة متاحة تاني، يعني مفيش قدامنا بديل متاح تاني. تعقيبا بقى على موضوع الأطفال قبل عمر سنة، يعني قبل الطفل ما يكمل سنة، ما ندهوش لبن من بتاع الكبار، ما ندهوش حتى لبن بودرة زي اللبن النيدو أو اللبن المعلب أو اللبن المجفف بتاع الكبار. في فورمة معينة اللي بنسميه لبن الأطفال، ده الأطفال بيستهلكوه ليه؟ لأن بيكون محطوط فيه فيتامينات ومعادن أكتر تناسب الطفل في العمر ده، بيكون فيه محطوط بعض الإنزيمات اللي بتساعد الطفل على الهضم في المرحلة دي، لأن الطفل قبل ما يكمل سنة لسه ما بيكونش كون كل الإنزيمات اللي تقدر تتعامل بشكل كويس مع اللبن اللي هو جايله من بره اللي الكبار بيشربوه. يبقى قبل سنة ما اديش لابني أبدا ولا لبن بودرة من العادي واللي هو اللبن المجفف اللي الكبار بيشربوه، ولا اديله حتى اللبن الفريش الطازة اللي الكبار بيشربوه. ثالث سؤال، هل يا دكتور الأضرار اللي أنت قلتها في الحلقة بتاع اللبن البودرة تنطبق على باقي أنواع الحليب المعلب؟ بص، عندنا في حاجة اسمه الحليب المعلب لصلاحيته 6 شهور، وعندنا في حاجة اسمه الحليب المبخر اللي بنلاقيه سايل شوية وبيعملوا بيه غالبا الشاي بالحليب أو النسكافيه بالحليب، بتكون علب كده الناس كلها عارفاها، بنسميه الحليب المبخر. يعني بيكونوا خرجوا كمية كبيرة جدا من المية، ولكن لسه تقريبا بيكونوا مخرجين 60 أو 70% من المية من المحتوى بتاع اللبن الرئيسي. وعندنا في حاجة كمان اسمه اللبن المكثف. اللبن المكثف ده اللي بيستخدموه في الحلويات، شبه اللبن المبخر ده شوية ولكن محطوط عليه سكر. ده طبعا ده قصته منتهية مش تبعنا، لأن مضاف عليه كمية سكر كبيرة جدا. يبقى اللبن المبخر، اللبن المعلب، اللبن البودرة، كله ده ضرر كبير جدا على الصحة، وفي أضعف الإيمان ما فيهوش أي فايدة صحية تماما ليك أو لأولادك. السؤال اللي بعده، أنا بشرب معلقة كافي ميت واحدة بس في اليوم لأني لا أستسيغ أي نوع آخر من أنواع الحليب. عامة لو أي شيء ضار أنا بشرب منه قليل هيكون غير لما أفرط فيه، ولكن أنا مدرستي والحاجة اللي أنا بحبها حتى لو حاجة ضارة بكمية صغيرة أنا مش بحب أدخلها خالص لجسمي. خلاص أنا عرفت إن الكافي ميت ده ضار لأنه متضاف عليه زيوت مهدرجة ومتصنع من لبن بودرة، مهما كانت كميته صغيرة أنا شخصيا بفضل وبفضل لأي حد ما تدخلوش خالص لجسمك. ولكن لو أنت قلتي لي أنا بشرب معلقة صغيرة بس في اليوم بدل 3-4 معالق، هقول لك افضل نوعا ما او الضرر اقل نوعا ما، ولكن الافضل والاختيار الافضل ان احنا نمتنع خالص عن الكافي ميت اللي هو بيسموه مبيض القهوه، لانه طبعا ضار جدا بالصحه وما فيهوش اي فايده بتقدميها ليك او لصحتك. السؤال رقم 6، في ناس يا دكتور بتصنع الزبادي في البيت من اللبن البودر او من الحليب المعلب، طبعا ما فيهوش اي فايده ابدا. ليه؟ لان الاساس اللي انت صنعت منه ضار، سواء اللبن البودرة او اللبن المعلب ما فيهوش اي فايده، فانت بتطلع منه منتج، فالمنتج اللي طالع من الحاجه الضاره ما فيهاش اي فايده ليك او لاولادك، حتى ما فيهوش اي انزيمات او اي فوائد من اللي احنا بنسمع عليها عن الزبادي، لان الاساس نفسه اللي انت صنعت منه مش موجود. يعني عندك اساس عديم الفايده، فالمنتج اللي طالع منه برضه هيكون عديم الفايده. السؤال رقم 7 واخر سؤال، يا دكتور انا حامل وباخد لبن بودرة وخايف اقطعه علشان ما ياثرش على الجنين. اما احنا اتفقنا ان اللبن البودرة اساسا ما فيهوش فايده، دي انت بتحمي صحتك وبتحمي صحه الجنين اللي جاي. انت بتاخد اللبن البودرة علشان ايه؟ عشان الكالسيوم. اسمعي اول نقطه في الحلقه اللي انا قلت لحضرتك، الكالسيوم موجود في كل الاكل بتاعنا وما تخافيش ابدا من نقص الكالسيوم، عندك مصادر كتيره جدا للكالسيوم، ولكن جنبي نفسك الاضرار الصحيه، حافظي على صحتك، لان صحه البيبي بتاعك اللي هيجي من ضمن صحتك انت. لو اديتي له اكل نظيف اكل صحي، البيبي ان شاء الله هيجي صحته كويسه جدا. يبقى دي ردودي على الاسئله اللي جات، او اكتر الاسئله اللي جات على موضوع اللبن. لو لسه عندكم اي استفسارات تانية
اكتبوها لي تحت في التعليقات. وبنسبة موضوع الألبان وموضوع الأجبان، أنا تقريبا كنت عامل سلسلة طويلة جدا موجودة على القناة، برضه هسيبها لكم تحت في التعليقات. اتكلمنا في مواضيع كتيرة جدا تخص الألبان وتخص الأجبان، والرد على أشهر الأسئلة أو أكتر الحاجات اللي بتيجي في دماغنا، تقريبا مجموعة من أكتر من 10 فيديوهات هسيبها لكم تحت في أول تعليق، وهسيبها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.